ومن باريس ينضم إلينا مراسل غد أحمد كيلاني. يعني أحمد، في هذه الجمعة 23 يبدو أن وزارة الداخلية الفرنسية تحمل على عاتقها مسألة ألا يكون هناك شغب أو فوضى بتأمين هذا العدد الكبير من الحراس وأفراد عناصر الداخلية. كيف يبدو المشهد لديك؟ ماذا يقول لك المحتجون؟ أين سيذهبون؟ أين سيعتصمون رغم أن هناك حظر على بعض الشوارع في باريس؟ نعم وائل، المتظاهرون هنا بدأوا بالتجمع في ساحة بيرسي. هذه التظاهرة، هؤلاء كما تشاهدون من خلفنا، هذه التظاهر سوف تنطلق بعد حوالي ساعة من الآن باتجاه ساحة الجمهورية. الناشط البارز في حركة السترات الصفراء إريك دروي كان قد دعا إلى تجمع كبير اليوم للرد على انتهاء عملية الحوار الوطني. في الحقيقة هناك حالة غضب كبيرة لدى نشطاء السترات الصفراء من حملة التبرعات لإعادة بناء كاتدرائية نوتغ دام. هؤلاء يقولون بأنه خلال 48 ساعة تم التبرع بأكثر من مليار يورو لإعادة بناء الكاتدرائية، ولكنهم يطالبون بتحسين القدرة الشرائية وتحسين أوضاعهم، ولا أحد يستجيب لمطالبهم إن كان من النخبة الفرنسية أو إن كان من الحكومة الفرنسية. هناك توقعات مخاوف كبيرة اليوم من حدوث أعمال عنف. وزارة الداخلية كما أشرتم نشرت حوالي 60,000 عنصر شرطة في جميع أنحاء فرنسا، من بينهم 5,000 في باريس فقط. وزير الداخلية كريستوف كاستانير حذر من عودة أعمال العنف والتكسير والتخريب. كاستانير قال بأن جهاز المخابرات الداخلي أبلغه باحتمال عودة مثري الشغب لإشاعة أحمد الفوضى والتكسير. يبدو من خلال منذ الصباح، يبدو من خلال الصور التي نشاهدها بأن هذه المظاهرة فعلا هي مظاهرة ستكون كبيرة وحاشدة مقارنة بالأسابيع الفائتة الكثيرة التي مضت. هل لهذا السبب، هو ما الذي جعل السبب الرئيسي في الاحتشاد بهذا الكم؟ هل فعلا كانوا معترضين على كمية التبرع الذي حدث للكاتدرائية في الوقت القصير؟ هذا ما جعلهم يخرجون للشارع أم هناك أسباب أخرى؟ سببان رئيسيان. السبب الأول هم يريدون الرد على عملية الحوار الوطني قبل خطاب ماكرون. نحن نعلم أن ماكرون أجل خطابه بسبب الحريق الذي اندلع في كاتدرائية نوتغ دام. هم يريدون الرد على إنتاج على عملية الحوار الوطني، وخصوصا أن ماكرون سوف يعقد مؤتمرا صحفيا يوم الخميس المقبل في الساعة 6 مساء للإعلان عن إنتاج الحوار. السبب الثاني هو كمية الأموال التي ضخت وتم التبرع بها لإعادة بناء هذه الكاتدرائية. هذان السببان الرئيسيان لحالة الغضب. هناك توقعات كبيرة اليوم بأن تشهد باريس أعمال عنف وتكسير، لذلك هناك 7 مدرعات نشرتها الشرطة الفرنسية اليوم في باريس، وهناك 5,000 عنصر شرطة في باريس اليوم للحفاظ على المؤسسات الفرنسية. طيب هذه الإجراءات الأمنية أحمد يبدو أنها فعلا يعني لأول مرة هناك مدرعات وهناك 5,000 شرطي في باريس و 61,000 في من وزارة الداخلية منتشرين على كل يعني في كل المدن. هذا الإجراء هل هو فعلا أول إجراء احترازي شديد اللهجة وشديد الرسالة للمحتجين بأننا لن نسمح لكم بعمل شغب وفوضى، أم هي رسالة أخرى؟ في الحقيقة كانت هناك إجراءات أقوى خلال الأشهر الماضية. وصلت الأمور في أحد الأشهر أن تنشر وزارة الداخلية حوالي 80 ألف عنصر شرطة في جميع أنحاء فرنسا. ولكن كاستانير قال يوم أمس خلال مؤتمر صحفي بوضوح بأن السترات الصفراء إعادة سيناريو ما حدث في 16 من مارس الماضي. في 16 من مارس الماضي جادة الشانزليزيه شهدت أعمال تكسير وتخريب كبيرة جدا، كانت هناك خسائر مالية كبيرة جدا في 16 من مارس الماضي. لذلك السلطات الفرنسية تريد أن تتجنب هذا السيناريو. هناك معلومات لدى المخابرات الأمن الداخلي في فرنسا بأن السلطات الصفراء تريد اليوم إعادة نفس السيناريو الذي حدث في 16 من مارس الماضي، ولذلك هذه الإجراءات. اليوم صباحا وزارة الداخلية الفرنسية أعلنت عن اعتقال 70 شخص من السترات الصفراء بتهمة حمل مواد ممنوعة. منذ الصباح تم اعتقال 70 شخص من نشطاء السترات الصفراء اليوم فقط. طيب أحمد، هل من المتوقع يعني أو الصحف الفرنسية ماذا قالت عن الحوار الوطني الذي تستعد له فرنسا ويتوقع أن يكون هناك خطاب لماكرون؟ هل الحوار الوطني لديه قبول لدى الأطراف التي ستشارك؟ وما المتوقع أن يقوله ماكرون في هذا الخطاب المرتقب؟
حقيقة عندما أعلن قصر الإليزي عن تأجيل خطاب ماكرون يوم الاثنين الماضي، وسائل إعلام فرنسية سربت أبرز القرارات التي سوف يعلن عنها ماكرون من أجل الخروج من أزمة السترات الصفراء. القرارات التي سوف يعلن عنها ماكرون وفقا لوسائل إعلام فرنسية هي تخفيض الضريبة على رواتب الطبقات المتوسطة، وأيضا التجاوب مع مبادرة الاستفتاء الشعبية، وأيضا إلغاء إلغاء المدرسة الوطنية الفرنسية ورواتب المتقاعدين، إعادة النظر برواتب المتقاعدين التي تقل عن 2000 يورو بالنظر إلى حجم التضخم الذي تعيشه الأوضاع الاقتصادية. هذه أبرز النقاط التي سوف يعلنها ماكرون في خطابه أو في المؤتمر الصحفي الذي من المقرر أن يعقده يوم الخميس المقبل في الساعة 6 مساء. لذلك هناك حديث اليوم في الصحافة الفرنسية بأن خطاب ماكرون لن يكون مفاجئا، لأن أبرز محاوره تم تسريبها لوسائل الإعلام الفرنسية. إذن كانت هذه الصورة مع أحمد كيلاني مراسل غد من باريس. إذن باريس موعودة اليوم على مظاهرات حاشدة، سنتابع معك أحمد كل جديد خلال الساعات القادمة. أشكرك.